السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو زعما بحال الناس تحب اليوتيوب المشهورين، وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ما تنساوش ليا لي لايك ولي كومونتير زوينه ديالكم، وانتم الفيديو اللي يعجبكم وتفرجوا في الفيديوهات ديالي حتى الاخر. الله يجازيكم بخير، لان السوايع عندي هابطين بزاف، لان واحد الدري كيعاوني مسك الفاتش ديال اليوتيوب، ملي كيقلب ليا السوايع كيلقاهم هابطين بزاف بزاف. وكنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم، وكاع البنات اللي كيسولوا فيا، اللي كيهضروا معايا في الواتساب في الفيسبوك، شكرا لكم بزاف. والبنات راني كنحط لكم الانستغرام ديالي في صندوق الوصف، غادي ما كاينش مخبرات، راه كنحط لكم الانستغرام ديالي في صندوق الوصف. وان شاء الله الفيديو ان شاء الله غنلوحو لكم اليوم، وان شاء الله الفيديو الجاي يكون زوين، نتمنى يكون زوين الفيديو الجاي. نديكم معايا لواحد البلاصه ان شاء الله. وانا لقيت كيفاش نصور البنات، لان اليوم مشيت كنت واحد الغرض وبغيت نصور، ما خلاونيش نصور، قالوا لي لا ما تصوريش. وهذا ما كان بغيتش نبقى نقول لهم علاش، وكنت انا كندير اليوتيوب وهادشي، قال لي ما تصوريش هنا ممنوع التصاور. المهم قلت كي دايرين نتوما، لاباس عليكم ووالديكم العائله ديالكم الناس ديال الغربه كي راكم دايرين، لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله تجيو عندنا المغرب. امتى غتجيو؟ توحشناكم. المهم راه تبغيو تجيو عند عائلاتكم حبابكم. دابا راه كاين لي 3 سنين مبقاش الصراحه للمغرب، والله العظيم. اش نقول لكم، كما كان الحال واخا نعيشوا اي ظروف، الصراحه ما نكونوش بحالكم، انكم مكرفسين وبعاد على والديكم وبعاد على لي حب اعتاب ديالكم. راه اش نقول لكم، كي صحابهم زعما راه ممكن يكون برا صافي، راه بخا راه هو بخا من جهه، وين الوالدين ما كانوش حداك والديك ويحنوا فيك وتحني فيهم، راه ماشي بخا. المهم البنات هذا ما كان، المهم الفيديو اليوم غيكون خفيف ظريف، بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تمشيو فين، ونتمنى ان يعجبكم الفيديو، وما تنساوش انكم تكومونتيو ليا وتبارطاجيو الفيديو، باش والله العظيم المشاهده عندي قليله بزاف، وانا كنتعب على الفيديوهات راكم عارفين، كندير جهدي، ماشي غنقول لكم كنتعب كذا الماتاريال كذا، لا راني كندير داكشي اللي قدرت عليه، داك اللوازم اللي قال لي عندي اللي عندي كندير بهم. ان شاء الله يلاه غناخد واحد السيفوري ان شاء الله، غادي ناخذ هاد البنات وغنشاركها معاكم، وغنديكم معايا ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله، ناخذ السيفوره وناخذ بنتي شي حاجه، وانتم معايا تمشيو فين. وانا واحد الحاجه محتاجه منكم انكم تدعيو معايا، المهم هاد القناه تطلع ليا ان شاء الله وتشفع ليا. وهذا ما كان البنات، عندي واحد المشكل اللي خايفه منه، ان الجيماي كاتبه اني انا شاكه فيه، كاتبه وراه هو هذاك، واني انا متخوفه، ما عرفتش علاش متخوفه البنات. المهم طولت عليكم في المقدمه بزاف، بقاو حتى الاخر ديال الفيديو، وما تزربوش الفيديو، راه كنشوفكم تفرجوا في الفيديو حتى الاخر، وخليو ليا شي كومونتير يكون زوين باش تشجعوني ان شاء الله، وقبلوا عليا هذا ما كان. وان شاء الله دابا ندير الحلقه، المهم الفيديو الجاي غندير لكم داك الماسك، شحال من بنت قالت لي دوني داك الماسك حنا ما شفناش، وانا غنقول لكم زعما رجعوا للفيديوهات القدام، واني ماشي مشكل غنعاودوا معاكم، علاش لا، الماسك ديال القهوه غنعاودوا معاكم ان شاء الله، راه زوين البنات والله العظيم. كنشوف درتو غير بويا، شوفو وجهي بعدا شويه بان فيه الضو، لانني كنت سماريت بزاف، والحمد لله دابا لافو ديالي بحال بدات كترجع ليا. يلاه بقاو معايا. المهم البنات هنا ان شاء الله غادي نطيب معاكم شويه تاع اللوبيا، صافي انا ساليت الشقه ديالي، ولو انني ما بديتش معاكم الفيديو من الاول، لان كان عندي مشكله البنات في الفيديو ما عرفتش شنو هو السبب. المهم البنات هنا غادي ندير ان شاء الله شويه ديال اللوبيا طيب ليا، شويه تاع الربيع، شويه ديال الثومه، شويه ديال المهم نعطي لكم عارفين، بلا ما نقول لكم انا بغيت نشارك معاكم صافي كيفاش كندير، لان الطريقه ديالي كل واحد وطريقته. صافي البنات هنايا راني مرقده شويه ديال القديد، زعما شويه القديد كتحمل ديك الملحه وداك الشيء تحيد منه. صافي البنات ان شاء الله، وغدا ان شاء الله غندير معاكم البنات داك الماسك اللي قلت لكم ان شاء الله، ديال القهوه اللي كندير معاكم، غنعاود ان شاء الله ندير معاكم شي فيديو يكون خفيف، وان شاء الله نشارك معاكم. المهم البنات هنا درت العطريه، غندير كلشي، درت شويه الربيع مقطوع اللي كاين، المهم اللي كاين في الثلاجه في الفريكو وداكشي جبتو، شويه ديال القديد البنات، وسمحوا لي كندير معاكم، كنموت بالحراره لان قتلتنا الحراره بزاف البنات هنا، كنحاول اني نهضر معاكم كنموت، لاحظتوا انني كنهج، ودابا مونتاج شرب عاد الفيديوهات البنات وما كيصدقوش لي داكشي، علاش بغيت نعرف شنو هو السبب ما عرفتش. هنا ما طيشت الحق اللي كنت شاركت معاكم، درتها في الميكاب، درتها في الفريكو، شويه زيت، هاد الزيت البنات كنت خديته من الهري 460 الصراحه، بغيت تشد ليا الشهر، لاني اصلا ما كان غتقول لي دوني واش كتديك الشهر، كتشد ليا الشهر لاني البنات راكم عارفين كنديرها بالقياس وما كنقليش ما شي حاجه بزاف. مع دابا كاين اللحم، الحمرا كديها الميكا صافي كتمشي كديرك شحال، صافي البنات هذا ما كان. اصلا اللحم البنات ما بقيناش كنقدروا ناكلهم، مع راكم عارفين الواحد راه ولا مرض مع هذا اللحم والله العظيم. صافي البنات هذا ما كان، المهم لي درت شويه العطريه، شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، شويه الكنجبير، شويه الملحه حتى هي درتها،
المهم دا قربت كلشي حدايا باش مابقاش غير غادا جايه غادا جايه غادا جايه. صافي البنات هدا ما كان انتم هنايا راني درت برايكم ولبست بيجامه طويله. هاد المهم البنات هادو كانت عطاتهم لي واحد البنت وليني ما فيهمش البنات البيجامه الطوال، هادي هي الوحيده اللي طويله. المهم ان شاء الله غنختي بيجامه ان شاء الله وغنشاركها معاكم، لان هادي هي الطويله الوحيده اللي عندي. وكنبغي الصراحه حتى انا راه كنبغي السترا البنات، راه السترا زوينه راه الصراحه نقول لكم والله العظيم حتى السترا زوينه الصراحه تقال. انا براسي راه كنبغي البيجامات مستورين، كنبغي جلد مستورين، ولكن الغالب الله ملي ما كيكونش عندك راه ما كتقدري ديري والو. صافي البنات هنا راني غسلت هاد غسلت هاد سميتها غسلت، المهم غسلت معكم هاد اللوبيا هادي ودرتها مع هاد المهم تمايا، درت هاد الشي كامل خلطت بحال هكا. المهم غادي ان شاء الله ندير المريقه ديالي، المهم مرق زعما المرق بلول ان شاء الله، ونسد عليكم كل طيب على خاطرها ونجمع معاكم الكوزينه ديالي. انا اليوم ما شربتش معاكم البيت لان البيت فيه بنتي وراجلي ما قدرتش نجمعه اصلا، هو نقي. ها واحد بس ننصحكم واحد النصيحه، اللي عندها البوطه الصغيره دير اتونسيون منها لانها كانت غادي تشعل فيه العافيه. هاكم عارفين البنات البوطه عندي صغيره وهي اللي دايره عليها الدار، كلشي كنطيبو عليها كنبقاها حاضيها غير هي. والله العظيم عرفتي راه حفظني الله، والله العظيم تحفظني الله. وسمع ديك بوك وانا نجي قد شعرت العافية، وانا اعتقد الموقف اخر لحظة اعتقد الموقف، والحمد لله ملي اعتقد الموقف راه باقي ربي باغي الصراحة، وباقي ربي باغي نعيش، وباقي ربي باغي ندير مستقبل لبنتي ان شاء الله. المهم حضروا مع راسكم، انا راه دابا كنطيب فيها وانا متخوفة منها والله العظيم، وكل ساعة وليت كنحيدها ونحلها لانها كتسد ليا كتسد. هانتوما دابا راه غتبقاو معايا غتشوفوني بانني غنحلها ونعاود نحكلها نحكلها بطاطا هكا، لانها ما كت قليلة كاش شاعله وين داك سميتو ديالها ناقص. دابا تشوفوا معايا شنو بغيت نقصد لكم. الهيره هو الجديد ديالي البنات خليته كيرطب، غنمشي ان شاء الله صافي نشلو لاني غسلته اربع المرات قبل. دابا غنديرو ان شاء الله في الكوكوط وغنسد على الكوكوط. صافي البنات هذا ما كان. المهم درت معاكم روتين اليوم البنات بسيط وخفيف، ماشي شي روتين اللي تقيل على القلب، خفيف ظريف. ولو انه عذبني باش نمونطيه لكم لانه كرفصني الصراحه تقال، كرفصني كرفصني بزاف البنات والله عاد كرفصني هذا الفيديو واني ما فيها بس البنات. المهم هو الواحد هو الواحد ما يدير جهده وصافي والكمال على الله. المهم انا كندير جهدي صراحه الله، ولو ان عذبني عذبني هذا الفيديو عذبني والله، لانني كنعاود نمسح وعاودي ما عرفتش يوقع شي عطب ونعاود نمسح يوقع شي مشكل. المهم البنات هنا راني مسحت سميتو، انا راني كنحك في البطاطا باش تحل لي البوطه، وملي حكيت الصراحه حلات لي البوطه ما بقاتش مسدوده كما كانت. المهم تحلات بعد الحمد لله. صافي البنات هذا ما كان. دابا ان شاء الله غادي نرد الشبيكه ديال البوطه وغنشعل البوطه طيب ليا، وغادي نشطب هذه الروينه هذه ونشطب معاكم هذه الروينه هذه ونحيد عليا هذا الشيء، لان الروينه راه ما كتساليش الحمد لله. عرفتي كنلف علاش البنات سموه روتين؟ لانك كتفيق كل نهار نفس الروتين كديريه نفس الروتين نفس الروتين. حاجه وحده لانك كل مره كتلبسي لبسه كتختلفي غير انتيا في اللبسه ديالك، اما الروتين راه هو هذا كتفيقي كتعجني كطيبي كديري كديري هذه كديري هذه، نفس القضيه هي نفس القضيه. والبنات اللي قال لي دنيا ما كتعجنيش بزاف ما كديريش بزاف البنات والله العظيم. كان انا احسن حاجه عندي الخبز ديال الدار، وين راه ما عنديش فران، ومو هاد المول فران اللي حدايا راه مره يحل مره يسد مره يحل مره يسد. اللي قال لي راسو راه كيحل قال لي راسو راه كيسد، وانت يا خصك تعجني على حساب الكاله ديالو هو. هذاك الشيء واش كان كنعرفو حدا راه كنعجن، ملي كنعرفو راه ما كاينش راه ما كنعجنش. صافي هذا ما كان البنات. المهم هنا ما عقلتش مشيت نجيب واقيله مشيت مشيت نولي نرجع لديك، شريت واحد الصفاره ب 160 وما اعتمادها ما عجبتنيش فيها جوج دريوصه، قال لي راه هي بحال هكاك، لان سميتو لان تودرات لي الصفاره ديالي عندي جوج تودروا لي ما عرفتش البنات فينا هما. هنا البنت راني حطيت الكوكوط كطيب فوق البوطه راكم كتشوف كما كتشوفوا هنا. صافي كنسس الروينه سست ديك الزرابيه اللي كندير حدا الباب سستها، وغنشطب هنايا نجمع الروينه ديال هنايا كامله باش تطيبي هي الاولى. انا ما كنصيقش على الوسخه البنات حاشاكم، انا اول حاجه كنشطب هو الاول كلشي عاد اش موراها كنصيق بالماء والتيت وجافي داكشي. المهم هنا البنات راه جراجي حط لي الصفاره صاوب، المهم ودارها لي في الكوكوط. صافي البنات انا المهم هنا غنبدا نشطب ان شاء الله هنايا نحيد عليا الروينه كامله. المهم انا كنواطي معكم واسراء مع السبب بغات تمشي للمارشي وكتقول لي يلاه ماما يلاه ماما، ها انا كنقولها حنا غنمشيو. المهم ان شاء الله نواطي معكم فيديو غادي نمشي ان شاء الله. المهم ها انتم كما كتشوفوا ها انتم دابا هنا غنحيد عليا الروينه كامله
انا خرج نشطب برا، لاني انا ما شطبتش برا، ما كيشطبو حتى شي واحد، كنشطبو انا، لان كاع داك الزبل حشاكم ديال الزنقه كامله كيجي كيتعارم لي حدا الباب ديالي انايا، وكيدخل لي الزبل. راكم عارفين الطوبه كيعجبها الزول، كيعجبها الوسخ، كتخزن فيه. صافي هاد المشهد ما كان. المهم انايا، المهم صافي ساليت الروينه ديالي دابا كما كتشوفوا. دابا ان شاء الله غنعمر السطيل ديالي، وغنرش شويه ديال الجافيل وشويه ديال التيت، ونسيق لكم هنا مزيان. صافي البنات شحال هادشي اللي كاين. المهم هذا الشيروت اللي هو اللي تقيل وكتير، داكشي بسيط وخفيف وظريف، وخفيف وظريف على القلب. المهم باش ما نغبرش عليكم، وباش انا ما نضيعش في السويعات ديال البنات، راني الصراحه تحاربت عليهم بزاف، بحال تقولوا كنت كنخدم بالنهار وبالليل، ولا كنصب بالنهار وبالليل، لانني كل نهار كندير فيديو، كل نهار كنوض نتعب، كل نهار كل نهار. بعد ما كنكون مريضه وكنقول لا دنيا نوضي ديري فيديو، ضروري ديري فيديو، ماشي بقى مريضه مريضه راكي غادي تبراي، ما بقاتش في انك مريضه. المهم البنات هذا ما كان هنا، راه كنت كنصايب في الشامبون داكشي ديال الطواليت حشاكم، وكيسحابني بانني كنصور انا، راه بقات الكاميرا كتصور غير الارض. عادش في الاخر عقت في اخر لحظه، هي راه كتصور غير حدا كوكوت، صافي من زعما حشاكم الفوق اللي هي ما كتصورش. صافي هنا ما كان البنات، هنا راه عمر لي السطل ديالي بالماء، ان شاء الله غادي نبدا نسيق معاكم، نسيق هاد الروينه هادي نحيدها ليا هادشي من هنايا، لانني كل صباح كيخصني نسيق الكوب التيد هنا، كبت شويه ديال التيد، ما بغيتش نكب بزاف هنا. اسراء كتخرج وتدخل، تدخل اسراء تعاود تخرج اسراء، اسراء عالم كضحكني والله العظيم. المهم البنات ها انتم كما كتشوفوا هنايا اسراء، لا اسراء قالت غنعاونك اليوم في الشقه، قلت لها لا حيدي، قالت لها غنعاونك في الشقه، قلت لها صافي حتى الفيديو الجاي ان شاء الله هنوريهم ملي تكون تغسل الكيسان، قالت لها غنغسل غير الكاس ديالي وفين كنشرب انا وطبسيلي وصافي. ها انتم البنات هنا غنحكوا هادشي مزيان، نفركو ان شاء الله، نفركو هنايا والله يحن علينا ان شاء الله، حنا بشي دويره يا ربي. هذا هو الطلب الوحيد ديالي انا قبل ما نموت، انا نخلي بنتي، لانني واخا نموت البنات راه ما عنديش عائلة، ماما اللي غايش دوا ليا ولا عائلتي، الا مت انا مسكينه غادي تمشي للخيريه تضيع. لا هما كنطلب الله، كنطلب يا ربي يطول ليا في عمري، ولا ان شاء الله انا ندير لها شي دويره باش واخا نموت تلقى بعدا راسها فين تبرك وفين تخزن. راكم عارفين اللي كاين، راكم عارفين الحياه شحال صعيبه، وما تدوش من نفس المرحله اللي دزت منها انا، وما تدوش نفس التجربه اللي ما نفس التجربه اللي دزت منها انا، ما نبغيهاش لبنتي. انا دائما كنقول نفس التجربه اللي دزت منها انا ما نبغيهاش لك، لانني تعذبت بزاف وتكرفصت بزاف، والحمد لله على كل حال. المهم البنات انا درت واحد الصيغه خفيفه ظريفه هنايا، المهم دابا غنكرط الدنيا كما كتشوفوا، ما كنبغيش البنات نكثر الماء بزاف، لان كيخرج الماء عند الناس وكيبقاو يغوتوا. صافي البنات هذا كان غادي، المهم غنكرط الدنيا معكم هنايا وصافي، وغادي نشوف شنو غادي ندير عاود تاني. المهم اسراء، لا اسراء كتدخل وتخرج، اسراء كتدخل وتخرج، برك حبيبه برك انا نمشي وبنيتي يلا برك. المهم البنات انا كندخل نعاود نخرج، نقاد هنا نعاود نجي لهنايا. المهم راكم عارفين الشقه الروينه، 5 المطار كيدقوا لك في راسك، كل مطرقه كتدق لك في راسك، ما كتبقاش عارفه شنو ديري. صافي البنات هذا كان هنا، كرت معايا الدنيا، قال لي راجلي عندك هوك طيح عليك تحرك، قلت ليه لا ما تخافش. صافي هذا ما كان البنات، هوت الخامي لان الجي كيبقاو يدوزو يطلعوا عليك وداك الشيء. صافي عرفتي راه كيبقاو البنات يتعجبوا، ولا بيدوزو كيبقاو يقولوا لي هذه ساكنه في الزنقه ما يمكنش، واو هذه ساكنه في الزنقه، كيبقاو يدوزو يتعجبوا. المهم البنات ها نتوما صافي هنا، البنات كندير الفرق بين الطواليت حشاكم وبين الكوزينه باش كيبقى داك. المهم انا كنبغي ندير هذا الفريق زعما، كنبغيو ان تكون حاله ونزوق شويه الدنيا. وصافي البنات هذا ما كان. المهم هنايا راني ساليت فريت الروينه ديالي وحيت الروينه، المهم كانت الروينه الصراحه في الاول، كنت جيت تشوف الكوزينه في الاول، وانا شي نهار ان شاء الله غندير لكم شي فيديو قابله وبعدها تشوفوا الكوزينه كي كانت حالتها وكيفاش كان ردها، لانها كيكون جبل جبل ديال الماعن، وكتنوض لها الادويه كترد كل شيء. والبنات هنا المهم ها هو الغديوه ديالي طابت ليا، بالصحه والراحه وحقكم في الجنه. البنات هنايا ملي تغديت صافي ساليت، دابا ان شاء الله غنغسل المعينات ديال الغدا. صافي غسلت انا المعينات ديال الغدا اللي تغديت فيهم صافي، وهذا هو البنات هذا هو الروتين ديال النهار، هذا هو النهار ديالي كيفاش كيدوز الناس، كيدوز خفيف ظريف ماشي شي حاجه. المهم كيفاش كندوز نهاري هكا كان سالي،
ملي كنسالو البنات كنمشي كنتكا، ولا المهم كنرتاح ليا لانني كنبقى نهار كامل وانا واقفه كنمشي نتسخن للسوق راسي اي حاجه كنديرها راسي. خص راكم عارفين يد وحده راه ما كتصفقش، يد وحده ما كتصفقش. لفت البنات راني باغا تصرفيق البنات، يد وحده ما كتصفقش، وهذه هي الحياه. المهم كما كان الحال كنقول الحمد لله والشكر لله. والمهم انا ملي نط دابا قلت غادي نتغدى ان شاء الله بلاصه الله معناش نشارك معكم. هذا هو المهم كيفاش كيدوز النهار ديال دنيا اختكم دنيا، كيفاش كيدوز نهارها، كيدوز خفيف ظريف. صافي البنات هذا ما كان، ونتمنى الفيديو يعجبكم ديال اليوم. وما تنساوش ليا لي كومونتير البنات، ولي لايك البنات، لي لايك لي لايك لي لايك. ما تنساوش ليا لي لايك وتبارطاجيو الفيديو. اللي شاف شي فيديو تبارطاجي ما خصني والو، اللي تفرج في الفيديو تبارطاجيها البنات. الله يحميكم بها الوالدين، عاونوني انكم كلكم راه الصراحه راه كلكم كتعاونوني ببارطاجي، ولكن بغيت تزيدوا تعاونوني اكثر واكثر واكثر غير باش نكمل 4000 ساعه ان شاء الله. واول وحده غنقول لكم كملت 4000 ساعه هما نتوما، غندير لكم لايف وغنفرح معكم لان داك النهار بصح بصح غنكون فرحانه. الله يرحم لكم والدين، شكرا بزاف، الله يجازيكم بخير.